من ضعف النظر وسمعنا عن عملية الليزك، بس سمعنا كمان عن مشاكلها. يعني تمام. تتعمل لمين يا دكتور؟ ما تتعملش لمين؟ ايه الموانع اللي ممكن نشوفها في عملية الليزك؟ احنا الاول عايزين نقول للناس احنا الليزك بيصلح ايه في العين، او احنا بنستخدمه امتى في العين. احنا بنستخدمه في مشاكل ضعف النظر كلها، قصر النظر، طول النظر، استجماتيزم، وعيوب انكسار ضوء. قصر النظر احنا عارفينه، الانسان بيشوف الحاجات من قريب قوي، بعيد صعب. طول النظر العكس، الاستجماتيزم بيشوف كل حاجه مزغلله. عيوب انكسار الضوء دي ان هو عنده مشاكل مع تغيير الاضاءه، فلما بيعدي بشمس او بيعدي بظل او بيمشي في بيحس نفق او بمشكلة. بيغير اتجاهات الاضاءه بتاعته، بيحصل عنده زغلله في الرؤيه. الليزك بيقدر يصلح كل ده؟ اه طبعا بيقدر يصلح كل ده. بس عايزين نقول للناس النهارده ان الليزك مش موضه، ان كل واحد عايز يعمل حاجه يعمل ليزك وخلاص، مش اسطمبة ماشية للكل يعني. مش اسطمبه. وتاني حاجه، مش كل واحد لابس نظاره مضايقاه بيروح يعمل ليزك عشان عايز يقلع النظاره. ما انا لابس النظاره اهو، يعني النظاره مش حرام، وفي نفس الوقت الليزك مش موضه، يلا كلنا نعمل ليزك. حاجه تانيه مهمه قوي، طلعت اجهزه كتير جدا الفتره الاخيره، واتجهنا اتجاه غريب قوي تلاحظوا على الفيسبوك والسوشيال ميديا، الحق الجهاز الجديد، جهاز كذا الحق. هي طبعا الناس مش عارفين يعني الاجهزه دايما نسميها السوبر مان ليزك يعني مش زي العربيات، الحق عربيه جديده. لا، هو الاجهزه بتختلف حسب البلد اللي جاي منها، حسب الشركه اللي بتعملها، بتعمل فيها تقنيه عاليه جدا، سوفت وير عالي جدا، بتديني درجه امان 100%. يعني ايه درجه امان بقى يا دكتور احمد؟ لان احنا في الفتره الاخيره احنا دايما نسمع عن القرنيه المخروطيه، يعني دايما نسمع ان في حاجه اسمها القرنيه المخروطيه ودي ممنوع يعمل ليزك. فجاه دلوقتي حضرتك واحد ما عندوش قرنيه مخروطيه وعمل ليزك على جهاز مش كفاءة عالية، بقى عنده قرنية مخروطية بعد الليزك. يعني بقت آثار جانبية للليزك. يعني شوف حضرتك، احنا كنا زمان نقول القرنية المخروطية دي مرض جيني، الإنسان ده جيناته مستعدة لكده فعنده قرنية مخروطية، هو وراثية، وكان الأب يبقى عنده، الابن يبقى عنده. لا، دلوقتي العيلة ما فيهاش قرنية مخروطية خالص وقرنيته سليمة، دخل على جهاز عمل ليزك، جهاز مش هو كويس، اللي بوظ له القرنية. لا عنده بعد 6 شهور جاله قرنية مخروطية. من طبعا الجهاز. من تحذير، الجهاز، جامد جدا. من الطريقه اللي اتعمل بيها، من الانسان اللي اختار يعمل معاه، تقييم المركز الحالة اللي عمله، نفسها. تقييم الحاله. فلازم الاول اي حد هيعمل ليزك لازم يبقى عارف كويس قوي ان هو لازم يعمل بصمه عين، لازم بصمه عين، لان في مراكز دلوقتي للاسف العين بيجي يكشف يعمل مقاس نظاره يدخل على جهاز الليزك على طول. اسطمبة واحدة كل واحد. لازم بصمه عين، يعدي الاول بصمه العين. بصمه العين اذا كان فيها قلق اعمل بصمه عين بعيوب انكسار الضوء، واذا كان فيها قلق اعمل حاجه تانية اسمها كورنيال بصمة هيستريزيس. العين دي بتبين لي المشاكل في العين يعني بصمه ولا العين ايه؟ دي حضرتك بقى كل واحد له بصمه زي الايد بالظبط، مفيش حاجه اسمها اصل نظارته كويسه ومقاسه بسيط مش هيحتاج بصمه. لا، دي البصمه بتختلف، ملهاش دعوه بالمقاس خالص. بيستخدموها دلوقتي بصمة العين دي يا دكتور تقريبا بصمه العين بره في في مطارات كتيره وفي السكيورتي بنوك وفي وفي حتت كتيره، فما ينفعش واحد يبقى جاي مقاس نظره ماينس واحد او ماينس اثنين، ده مقاسه بسيط مش محتاج بصمه. بالعكس، ده ممكن يكون مقاسه كبير جدا وبصمته كويسه، ممكن يكون مقاسه قليل والبصمه بتاعته مش طبيعيه. فلازم بصمه عين، لازم ناكد على كل الناس تصوير، والتصوير ده يبقى عباره عن الوان كده مبين، وفي درجات معينه الدكتور بياخدها، اولا يستبعد ان ده عنده قرنيه مخروطيه، ثانيا يتاكد ان الانسان ده مقاساته مناسبه للجهاز اللي هيشتغل عليه. ودي الامانه بتاعت الدكتور اللي يعني احنا بنتكلم عنه. مش مجرد جهاز بيتحط كده وخلاص وبيعمل لا ليزك، هنا حضرتك، انا ده ممكن تقييم اكون محدد لعيان عمليه الليزك وبعدين يعمل لي البصمه، فلاقي ان الجهاز اللي انا هعمله عليه مش مناسب، هغير له المكان بتاع العمليه، اقول له هنروح مكان تاني خالص، لان الجهاز ده مش هيجيب معاك النتيجه اللي انت عايزها وممكن يضرك في المستقبل. هنعمل في مكان تاني في جهاز احسن من ده، دي احسن منه أمانة بالنسبه الطبيب قوي لحالته. بقى دي، يعني فدي امانه المفروض يبقى الدكتور مهمه. طبعا. عاوزين عاوزين نستغل بقى وجودك النهارده ونعرف بقى ايه بقى فعلا الجديد في عالم الليزك، ايه الحاجة الجديدة فيه؟ الجديد في الليزك ان احنا النهارده بقينا نقدر نصلح مقاسات ما كناش بنقدر نصلحها قبل كده في الليزك. برضو ده الاول بعد بصمه العين، تمام، بصمه العين كويسه قوي، خلاص انا قدامي الحريه بقى. الانسان ده بصمته طبيعيه، هدخله على الجهاز المناسب ليه حسب امانه الدكتور، هبدا بقى اعالج منه المقاس اللي ما كنتش اقدر اعالجه زمان. يعني ايه زمان؟ يعني احنا كنا زمان نقول الاستجماتيزم درجه، درجه وربع تتصلح، اكتر من كده لا. النهارده بنقدر نصلح استجماتيزم لحد 5 و6 درجات استجماتيزم. الاستجماتيزم ده من الحاجات اللي بتعمل قلق كبير جدا عند الناس. يعرفوا الناس ازاي ان عندهم استجماتيزم. الاستجماتيزم حضرتك دايما عنده تقدير المسافات صعب شويه، وملبس نظارته فيها المقاس يحس ان الارض معوجه، او يحس ان في ده سلمه مهم يمشي جدا. يتكعبل، او يحس انه دايما عنده زغلله في القرايه، الفوكس عنده وحش. الاستجماتيزم ده كان زمان رعب، ما كانش حد بيقدر يصلحه بالليزك كله، فكان اللي عنده استجماتيزم نقول له ايه، لا بلاش ليزك. لا، النهارده بقينا بنعمل حاجه اسمها ليزك كاستم. ليزك كاستم ده بنعمله باشعه قبلها اسمها ويف سكان. الويف سكان مع الليزك كاستم دول وصلوا الانسان هو يقدر يشوف 6 6 شرب، رؤيه ما كانش يقدر يشوفها بنظارته حتى في الاستجماتيزم. حتى الاسم ليزر كاستم يعني كاستم بيتفصل عليك. تفصيلي بالظبط، انا مش كله زي بعمل له بعضه. اشعه تقيس عينه من جوه واشوف الضوء بتاعه المفروض ينكسر انكسار قد ايه وينزل شرب على الشبكيه، واطلعه بعد الليزك شايف صوره اللي بيسموها الهاي كواليتي. طيب احنا معانا فيديو على فكرة في احنا معانا فيديوهات النهارده ممكن نوضح عليه شوف. بصورة أقوى. تمام، شوف الفيديو حضرتك علق لنا عليه.
اتفضل يا دكتور. شوف حضرتك ده الموضوع كله شعاع ليزر، يعني من الالف لليه شعاع ليزر. شعاع ليزر بينزل على القرنيه يحدد المكان اللي انا عايزه، ده حسب الداتا اللي انا مدخلها من بصمه العين ومن الاشعه الويف سكان. بدخل الداتا دي، الداتا دي بيبدا الليزر يحسب حساباته وينزل الليزر بشكل معين على القرنيه، يعمل لي الفلاب اللي احنا متعودين عليه. بينزل الليزر في اماكن ما كان زمان ينزل عشوائي كانك شارع وبتسفلته، يعني كان زمان القرنيه عاليه شيل طبقه كده، يقوم شايل طبقه مسفلته وخلاص. فبيطلع كل الناس نفس اسطمبة الشكل زي شكل بعض، بس انا الشكل ده مناسب ليا مش مناسب ليك، مش مناسب للاستاذه انجي. تبقى هي عندها مشاكل في الرؤيه بالليل، حضرتك عندك مشاكل في الشمس، انا مبسوط. بقت الناس تقول ايه ده الليزك وحش، واحد يقول لك لا ده حلو. فاختلفت الاراء، اختلفت الاراء لان كانوا كله اسطمبة. العمليه موحده لكل الناس، اوبشن واحد على الجهاز، سوفت وير واحد، كان الجهاز بيعمل لكل الناس زي بعض، والناس كلها مش زي بعض. دلوقتي بقينا بنقدر نعمله اللي حضرتك شفتيه. شوفي العمليه ما خدتش تقريبا دقيقتين، ودي فعلا العمليه العين الواحده ما بتاخدش دقيقه ونص دقيقتين. العين بيطلع بعد كده عنده صوره بنسميها الهاي كواليتي او الهاي كونتراست. طب ازاي بتتم حضرتك تشرح لنا؟ احنا شفنا طبعا الفيديو، يعني بنج ايه بتستخدمه؟ بنج مثلا حضرتك هو الموضوع يعني من كتر ما هو سهل احنا بنستخدم بنج قطره، بنحط له قطره بنج 3 مرات بيدخل العمليه العين متخدره ولكن بتتحرك كل حاجه في كل الاتجاهات. وهو يعني هو فايق مش نايم، هو صاحي وسامعني وبيتعاون معايا لان في ضوء بيبص عليه في الجهاز، في ليزر بيقرب له ولازم يبقى شايفه، بس مش حاسس باللي بتعملوه في العين، مفيش اي الم. طب ده تمام، بدون الم تماما. ولكن انا عايزه صاحي لان هو لازم يكون مركز، عايزه صاحي لان الموضوع مش مستاهل. انا اصلا عشان ابنجه هاخد وقت اطول من العمليه. هي مدتها قد ايه يا دكتور؟ العمليه العين الواحده بتاخد دقيقه ونص دقيقتين تقريبا كده، الحدود دي. ايه ده؟ ده حقيقي يعني. دي عمليه يعني العين الواحده بتاخد دقيقه ونص او دقيقتين. ولكن برضه احنا عايزين نقول ما قبل العمليه هو ده المهم قوي 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 قوي. ما بعد وقت العمليه مهم طبعا، ما حدش يقدر ينكره. ما بعد العمليه مهم جدا جدا جدا. طيب هنتكلم كله، هنتكلم على ال3 مراحل دول مهمين قوي قوي قوي. يعني دي احتياطات ما قبل العمليه وبعد العمليه، دي على المريض بتاعي. حضرتك لما بتروح تعملي الليزك مثلا وتلاقي الموضوع العين دقيقه او دقيقتين، فبتيجي صاحبتك تسالك تقول لك تقول لها ده الموضوع سهل قوي بستهوي. فيلا بقى، فتروح صاحبتك مدور على الفيسبوك تشوف حد رخيص، حد قريب منها، حد بقت المفضله بالسعر. دقيقه ونص هي الفكره، ان انا قبل الدقيقه ونص دول انا اتحضرت ازاي؟ انا مين قال لي ينفع لي ولا ما ينفعليش؟ حضرتك بتحضر المريض وتهيئه نفسيا وتسمع منه بتاعي عشان تشخص نفسيا وطبيا وبصمه عين و... ايه اللي استعدادات بقى؟ ايه اللي استعدادات اللي قبل والاستعدادات اللي بعد؟ حضرتك انا اول لازم اتكلم مع المريض الاول اشوف هو وظيفته ايه. ده اذا كان بيشتغل على جهاز حساس حاجات دقيقه جدا، بيشوف قياسات في مساحه، لازم يكون بيشتغل على مونيتور في سكرين في مونتاج، ده بيفرق معايا جدا عن المريض التاني اللي بيسوق مثلا بس شغلته سواق. بيفرق معايا جدا عن طالب في الجامعه بيدرس، ده بيفرق معايا جدا. بيفرق عن مهندس بيرسم رسومات وخطوط افقيه وراسيه وعايز زوايا. بتفرق معايا جدا في ان انا هطلعه ازاي وهقدر اوصله اللي هو بيحلم بيه ولا لا. انا لازم اطلعه بدرجه اعلى من نظارته. يعني مش عارف ايه، ما كانش ليه لازمه فقعد بالنضاره. يعني هي الليزك المفروض اتعمل عشان انا عندي نضاره وشايف بيها وحش او شايف بيها مش مبسوط. طب دكتور يعني ليه ما طلعش كله يشوف كويس قوي؟ يعني تفرق المهنه في ايه؟ مش فاهم. في واحد ممكن يطلع بعد الليزك عنده زغلله في الرؤيه بالليل مثلا، ده ممكن ياثر عليه في وظيفته، ده ساعتها اقول له ما تعملش. ممكن واحد الاقي بصمه عينه انه هيطلع عنده مشكله في القرايه او زغلله شويه، وهو شغلته كلها مثلا محامي او محاسب ارقام، وانا مش هقدر اوصله لان بصمه عينه بتقول كده. بصمه عينه تقول انه مش هيوصل للدرجه اللي هو بيحلم بيها. اقول لا، انت بنضارتك زي بعد الليزي، خليك بنضارتك احسن. ده الدور، هو ده دور الدكتور، يختار مين ينفعله ويشوف مين هيتعرض لمشاكل او لخطوره من جهاز معين. عشان يوديه. حرام يعني، اما يعملهاش بقى وخلاص. بالظبط يعني كده. فلازم نعرف كويس قوي ان الليزك بيناسب ناس، مهم جدا نعرف هم مين. احنا حافظين قاعدتين وواقفين عندهم وخلاص. الليزك من سن ال 18 تمام كده، الليزك الجديد اللي هو الفيمتو. هم دول الكلمتين الناس حافظينهم دايما. انا ابني لسه ما جابش سن 18، ما ينفعلوش. لا، ما حدش قال كده. السن مش عامل خالص، احنا ممكن ننزل عن سن ال 18 وممكن نطلع فوق سن ال 40. السن عمره ما كان مانع من الليزك. تقييم الحاله هو اللي بيقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها اخش العياده السلام عليكم يا دكتور انا عايز اعمل فيمتو ليزك. يلا نعمل فيمتو. هو الفيمتو ليزك ممتاز وتقنيه عاليه، بس ممكن يكون مش مناسب لحالته. وحضرتك بتقول انتشاره سبب مشاكل. وعدم التخصص. بالظبط كده. واستسهال الموضوع سبب مشاكل. والجزء اللي دخل تجاري شويه في الموضوع. الجزء يعني طب السن حضرتك بتقول كان المتعارف عليه 18. السن كان 18. طيب دلوقتي بقى حضرتك احنا دلوقتي بنقدر نعمل التصحيح في اي سن، في اي سن حسب حاله العين وحسب بصمه العين وحسب مقاس النظر. يعني ايه بقى؟ يعني لو جالي ولد صغير عنده 10 12 سنه وعنده طول نظر ونضارته مش شايف بيها 6 على 6، هو انا اقدر بعد الليزك اخليه يشوف 6 على 6 وخلي عينين الاثنين يشوفوا زي بعض؟ انا عمري ما استنى لسن ال 18. لو عندي واحد عنده استجماتيزم درجه عاليه جدا في عينه الشمال وعنده في عينه اليمين طول نظر مثلا، ده حاجتين عكس بعض تمام، عمره ما يستوعب النضاره.
انا في اي سن بعمل له تصحيح. ملهاش اي اضرار قصدنا يعني، ملهاش اي سن بدري ملهاش ضرر. هو كان الضرر الوحيد حضرتك ايه بقى؟ ان احنا بنستنى لل 18، كانوا يقولوا ان النظر بيضعف ويثبت عند ال 18. فاصبر عليه لما يثبت عند ال 18 عشان ما تعملوش الليزك مرتين في حياته. سريعا تعليمات ما بعد العمليه عشان ندخل على القرنيه المخروطيه ومشاكلها. حته مهمه. فدلوقتي لما جينا لقينا ان النظر عنده طول نظر ونظره ثابت بقاله 3 4 سنين وسنه 12 سنه، طب خلاص انا استنى الليل 18. اعملها دلوقتي بيعملها بدري وبيشوف رؤيه احلى وبيمارس حياته حلو.